Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien puisque j'ai tenu ma centaine que tu dis comme vidéo. Ça a duré la soirée là mais bon, on va te montrer maintenant. تحت خلاص هي هو كان كاين برضو وهنا اللي من هي اللي قبل شويه جاي قبلها راهي يقولوا لها طريق برضو ومننا هذه راهي طريق صيف مننا كي نروحوا مننا رانا نهبطوا على الصوابط دوك نوريهم قبل ما نعدي ونروحوا نشوفوا الصوابط مننا هاكم تشوفوا هذا الدروج اسمهم لي زيس كاينين دروج طوالها ورا وكاينين مننا هذا اللي يحب يعدي منا باش تجيه سهله بلا ما يطلعوا يهبط هذوك الدروج طوال هنايا هذو الصوابط هذو الصوابط يقولوا لهم لي زاركاد هذو هما لي زاركاد تسمى الصوابط اللي قلت لكم عليهم كي تكملوا ديريكت تروحوا للبلاد وقبل راكم قادرين تطلعوا كي تدوروا اغوش راكم تروحوا للبلديه او من طول دار الثقافه هذا جاردن اللي جاي قبل الطلعه تاع البلاد هذا كنا نجيو ليه صغار كانت تجيبنا ليه ماما نقعدوا هنايا نلعبوا فيه بلان دو سوفينير منا كاينين زوج دخلات البلاد كاين طريق اللي منا وطريق روت فرانس منا هذا تياتر تاع بكري ومننا دوك نعدي على روت فرانس باش نعدي على سوق العصر ونديكم معايا تشوفوا القنطره الكبيره هذيك تاع السبيطار بون اني عديت كما قلت لكم على روت فرانس ومن بعد من روت فرانس كاينه واحد الدوره اغوش طلعت ليها ومن بعد عديت على اسمه سوق العصر او مورايا بعد ودوكا هاني وصلت لهنا باش نوري لكم القناطر اللي كاينين هنايا وصلنا باش نوريكم الجهه هذه بون القنطره هذيك اللي راهي لي خلاص هذيك اسمها قنطره تاع سيدي راشد ومننا نورمالمون تحتها نورمالمون يسموها الريميز مننا السبيطار كنوريكم دوك نعدي ونمشي في الطريق بون هاي القنطره الكبيره تاع السبيطار ها هي منا الدخله هاي القنطره تاع السبيطار منا ومن هي خلاص وين كاين لونج هذاك اسمو المونيمون المونيمون هذاك تقدروا تجيو ليه اون فامي تروحوا تشوفوه ومن هي من الدنيا زيدوا شوفوا منا ودوكا نعديو على هاد القنطره مع بعض كيما قلت لكم قبيل هذيك القنطره اللي راهي تبان من هي هذيك قنطره سيدي راشد دوكا نمشيو مع بعض هنا في القنطره هذه هاو المونيمون يبان منا بون كي تخرجوا منا من القنطره راكم تلقاو زوج طرق منا هذا الدروج اللي يديكم المونيمون اللي وريته لكم ومنا تكملوا تروحوا الدور كاينه طريق واحده اخرى تعدي للتليفيريك دوك نركبهم عليها صح دوك نوري لكم شويه انا بكون كنت ندور اختكم برك معاه وكان نمشيو على الطريق هذي شوفوا منا تخرجوا من هيه تمشيو هذا الطريق كامل ومن بعد تكملوا منا باش تروحوا تعديوا على التليفيريك دوك نكملوا الطريق شوفوا لا هوتور تاع لو بون هذاك تاع السبيطار شوفوا قدامه
لا في منه تهبل. هذيك هي القنطرة تاع سيدي رشيد اللي قلت لكم عليها. ومنها كاين تيليفيريك يبدا، جو بونس يبدا منها بصح ما على باليش وين يحبس، المهم هو يعدي منها. بعدا بقات لي هذا الطريق الكل نمشيها. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الجوله معايا في قسنطينه. اون على بالي بلي راهي جوله صغيره، ان شاء الله تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومونتير وتقولوا لي واش هي الولايه اللي تحبوا تحوسوا فيها. باي، اي نوتر فيديو.